معايا المهندس فارس العنزي مدير المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة الهيكلة. مهندس فارس مساء الخير. مساء النور، حياك الله أخي. وأنا شاكر لك على الاستجابة وعلى المشاركة وعلى التوضيح للحدث اللي يمكن أزعل كافة الشعب الكويتي على اللي صار، ونبي نسمع منك يا باشمهندس فارس العنزي دور برنامج إعادة الهيكلة في هذه القضية. أنا صراحة فخور جدا بالشراكة المجتمعية اليوم اللي قاعد نشوفها. هذه فزعة ومية غريبة من أهل الكويت. هذا حدث صار له من أمس واليوم، لكن اللي قاعد يتابع التويتر والساحات قاعد يشوف شراكة مجتمعية لا نظير لها، ويمكن قد تكون فريدة صراحة. ما في شك أنها أسأنا هذا الوضع، وأسأنا أي شركة وطنية أو أي شركة يعني قاعد تدفع بطرد العمالة الوطنية بكم كبير، وهذه ودي أحط عليها خطين. اللي أسأنا حقيقة هو الكم الكبير اللي صار في يوم واحد وفي لحظة واحدة يمكن في ساعة واحدة، حق عدد كبير من هالكم العمالة الوطنية واللي بعضهم خبراتهم فوق ال 15 وال 20 واللي يمكن أسسوا هذه الشركة اللي بعدنا كلها كل احترام وتقدير. احنا حقيقة اللي سويناه خطبنا مخاطبة من الأمين العام برنامج إعادة الهيكلة إلى الشركة بشكل كتاب رسمي، طلبنا منه البيانات التالية: واحد، عدد العمالة اللي تم إنهاء خدماتهم من 1/1/2014 لغاية الحين. اثنين، شنو هذا الأسباب؟ شنو أسباب هذه الإقالة؟ وكم عدد العمالة الوطنية الحالية في الشركة المسجلين؟ وكم عدد العمالة الوافدة المسجلة حاليا في هذه الشركة؟ اثنين، عملنا مخاطبة لوزارة الشؤون وهي الجهة الأخرى المعنية في هذا الموضوع في تطبيق متابعة العمالة الوطنية، وهذا دورنا كبرنامج إعادة الهيكلة أن نتابع العمالة الوطنية، نسبهم، تدفقاتهم، معدلاتهم، استقرارهم وإلى آخره. هذا أحد الأدوار اللي قمنا فيها الحمد لله. طبعا لما تأتينا هذه الإجابات رسمية ومحددة من الجهة، ديك ساعة أخوي أبداح راح يكون لكل حادث حديث، نعم. وراح أنك تقدر تتكلم وأنت مرتاح لأن عندك بيانات دقيقة. بيض الله وجهك أنت وإخوانك وزملائك. بعطيك معلومة. بيض الله وجهك أنت وإخوانك وزملائك، والشكر موصول للأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة الأستاذ فوزي المجدلي، وليس بغريب عليك يا أستاذ فارس ولا على أستاذ فوزي ولا على أخوانكم وزملائكم في برنامج إعادة الهيكلة لعملية المساعدة لأي مواطن كويتي يعمل بالقطاع الخاص. وجهت كتاب رسمي لشركة أريدو لتوضيح اللي ذكرته أنت، إنهاء الخدمات، الأسباب، كم العدد، ما هي العمالة الوطنية الموجودة. يعني كثير من الأخوان وأين دور هيكلة، الجهاز الحكومي دوره مفقود في هذا الموضوع صراحة. ما قامت فيه برنامج هيكلة لحفظ هذا الموضوع اللي هو الاستقرار الوظيفي والأمان الوظيفي بالقطاع الخاص جهود جبارة، والفرص العمل في القطاع الخاص كبيرة أو هائلة. إذا عفر اليوم إحدى الشركات ذات في قطاع الاتصالات عندها مشكلة معينة تبي تسوي إعادة هيكلة موازنة، شركة ثانية تفتح الباب اللي خبرات كبيرة أسست مثل هذه الشركات. وأنا سمعت أن بعض الشركات الشبيهة يعني تطلب بعض الخبرات من هذه الشركات. هذا اللي بشرنا فيها. الشركة اللي قامت بهذه هي خسرت ركيزة أساسية من عمالة وطنية. اليوم الكل قاعد ينادي أن اليوم ثروة المستقبل وثروة الوطن هم شبابها وخبراتها. شكرا المهندس فارس العنزي مدير مشروعات الصغيرة في برنامج إعادة الهيكلة، والله يجزاك خير على فزعتكم لاخوانكم واخواتكم في هذه الشركة. هذا واجب يا اخوي، واجب. الله يرحم والديكم. بيض الله وجهكم. مشكورين. مشكورين. بيض الله وجهك. يمكن هذا الخبر مفرح، يمكن لاول مره يذاع عبر وسائل الاعلام سواء المرئيه او المقروءه او المسموعه. الله يجزاهم خير اخواننا في برنامج إعادة الهيكلة، ووجهوا كتاب للجهه المعنيه ومخاطبتهم بشكل رسمي اللي يقول لكل حادث حديث لما يرد ويكون هناك إجابة من قبلهم.